فطاير الزعتر الأخضر المحشيين جبنة. أنا بحب الأفكار السهلة البسيطة السريعة اللي ما رح تاخذ منك ولا وقت ولا جهد. نيجي للجانب اللي كتير حلو، طلعوا لي مقطة الأجبان اللي حطيتها جوا الفطاير، بتشهي العجينة وبتشهي الحشوة. بالبداية بحط 4 أكواب من طحين ساسي، أنا بستخدم طحين ساسي متعدد الاستخدامات، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، رشة من الملح، وعندي 1/2 كوب من اللبن، وربع كوب من زيت الزيتون، وكوب من الزعتر الأخضر بكون غاسلته وفارمته. بعجن العجينة بالمي الدافية كتير منيح، بدهن وجهها زيت زيتون، بغطيها وبتركها ترتاح لمدة 40 دقيقة. الجبنة عندي جبنة نابلسية مع جبنة موتزاريلا، بخلطهم مع بعض، بعدين ببلش أشكلهم زي كأني بعمل فيهم إقراص سبانخ بالضبط، بسبوهم فطاير بسموهم إقراص كله بزبط. بعد ما شكلتهم بحطهم على صينية، والصينية بكون دهنتها بزيت الزيتون، وبرضو برجع بحطوه على وجهها زيت الزيتون على الفرن على حرارة 200، لون حلو من تحت ولون حلو من فوق، وطالعة بتشهي.